امتحنتوا ايه النهارده؟ الامتحان كان عامل ايه؟ يعني هو في كام سؤال كانوا حلوين وبقى الاسئله كانوا صعبين. يعني ايه اصعب سؤال كان موجود؟ اصعب سؤال كان موجود كان اول سؤال في المقالي. السؤال اللي هو برضو كان بتاع الاختزال. والسؤال بتاع الاختزال و كان اول 10 اسئله في الامتحان كانوا سهلين. قول لي عملت ايه في الامتحان النهارده؟ الامتحان كان صعب. الحمد لله يعني كان بدايته اسئله مباشره. بعد كده بقى المدعكه كلها كان امتحان ايه؟ كيمياء. ايه اصعب سؤال كان موجود في الامتحان؟ الاسئله اللي بدرجتين في مسائل جديده خالص ما كناش بنفهمها. هل الوقت كان كافي بالنسبه لكم؟ كان موجود تلت شهور. بتطالب بايه الامتحانات اللي جايه؟ طالب ان انا اعدي على اسئله الدرجه الاخيره. عايز مني امتحنت ايه النهارده؟ كيمياء. الامتحان كان عامل ايه؟ لا كان وحش جدا. ايه اصعب سؤال كان موجود في الامتحان؟ امتحان كله. المقال الصراحه كان في سؤال تاني في المقال الصراحه كان صعب قوي. هل الوقت كان كافي بالنسبه لكم؟ خالص. كان الامتحان محتاج ايه؟ محتاج هدوء الصراحه. المراقبين الصراحه كان كل شويه يقول لك ناقص كذا ناقص كذا ناقص كذا. ويقعدوا يعني حرفيا 5 دقائق ناقص 3 دقائق ناقص مش عارف ايه يقعدوا كل ساعه يعدوها. وصراحه ما كنتش عارف اركز حتى مش بسببهم بس بسبب صحابي كمان كتروا اصلا فمش عارف اركز في صحابي اللي كتروا. بس فده المشاكل الصراحه. نفسك ايه في الامتحان اللي جاي؟ يعني ايه اللي بس ما يكونش في ضغط بس.